السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدين قناة صوت العدل الأوفياء، مرحبا بكم معنا عبر حلقة جديدة من مدينة سلا. صراحة الضيف ديال الحلقة ديالنا اليوم مشاهدينا الكرام تار تحولوا بزاف ديال الحديث أنه بعد الماتش مالو تعطل فين غبار إكسيتيرا. مشاهدينا الكرام باش ما نطولش معكم، اليوم معنا السيد المحترم رئيس هيئة الضمير الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان، غادي نحاولوا نتواصلوا معاه ونعرفوا الجديد في القضية ديال الملفات والشكايات اللي دفع ضد دي يوتيوبرز وضد رئيس جمعية حقوقية، وكذلك كما تنقولوا احنا بواحد الطريقة أخرى ما خفية كان أعظم، غادي نحاولوا نتواصلوا مع الأستاذ عبد المجيد باش يعطينا الجديد في هذه القضية. أستاذ عبد المجيد مرحبا بك معنا على صوت العدالة. السلام عليكم، تنشكرك خويا ياسين، ولفناكم الصراحة والله إلا ولفناكم. شكرا جزيلا. مرحبا. لا لا مرحبا، هذا شرف لينا والله، لا شرف لينا خويا. أستاذ، بزاف ديال الناس وبزاف ديال الجمهور تسألوا قالوا أستاذ عبد المجيد فين غبر علينا هذه المدة؟ واش باع الماتش؟ واش اتفق مع شي حد؟ ممكن تحط المشاهد الكريم في الصورة. اولا ما غبرناش، احنا دائما تنخدموا في هذه الملفات، الملفات اللي تكونوا سريا في الحقيقه، كاين تواصل مع بعض الوكلاء الملك، بعض رئاسات النيابه العامه، مع الفرقه الوطنيه، مع المسؤول، وتخرج وبدا تصرح بشي حوايج اللي هما سريين. اولا تنشكركم بعد مره ثانيه. اللي بغيت نقول انا ما غبرناش، ما بعنا ماتش، ما سولنا حتى واحد، ما سول فيه، سولتوا فينا انتم؟ المهم حنا تنخدموا ملفات سريين، عندنا لجنات وطنيين ولجنات جهويه، يعني احنا كنجمعوا بعض المعطيات، وما يمكنش لينا كنا نبداو نخرجوا للاعلام وحنا ما عندناش شي حاجه اللي هي مضبوطه. تنظن هذا كان توضيح كافي مشاهدينا الكرام؟ هناك سريه صراحه في البحث كما قال الاستاذ. استاذ عبد المجيد، سبق لي وانني حاورت المحامي اللي كنوجه له تحيه من هنا استاذ عصام الحلو، كنت حاورته وكنت سولته على القضيه ديال الصحراء الغربيه اللي مذكوره في التقرير ديال المركز الوطني لحقوق الانسان، فقال لي ما كايناش شي شكايه محطوطه ولا شي دعوه محركه ولا شي ملف في هذه القضيه دي. ممكن استاذ تشرح لنا هذه المساله هذه، بحكم اننا عارفين ان رئيس هيئه الضمير الوطني اللي في شخصيتكم انه دفع واحد الشكايه، فين وصلت وفين وكيفاش هذه المساله هذه؟ كنا وضعنا واحد الشكايه ضد هذا المركز اللي عطاه واحد التقارير على البلاد، وانتم كما كتعرفوا الداخل المحتله، جيش الاحتلال، المهم راك شفتوا انتم التقرير، يعني راه كبير، واحد المغاربه جات مغيره على هذا التقرير، لان الجمعيات الحقوقيه ما بقاوش يديروا التجاره، يعني التجاره تبيع الوطن ديالك، يعني كاين دير حويجات واحد اخرين تبيع كذا، يعني راه دايرين الناس دايرين المصائب، ولكن باش تبيع التقرير ديال الدوله ديال اللي تتعيش فيها انت وتبيع 40 مليون ديال المغاربه، فالناس راه كلهم تيتسالوا، راه كلهم تيديروا هذا العمل هذا. اولا شنقول لك، هذا الاستاذ تنحييه من هذا المنبر، واخا ما عرفتوش انا احتراماتي لهذا الاستاذ، لان ربما ما تكونش عنده معطيات. احنا اليوم الاثنين اللي فات اتصلوا بنا رجال الامن الوطني، وكان الاستدعاء ديالنا الفرقه الوطنيه الشرطه القضائيه بمدينه الدار البيضاء. تم الاستدعاء ديالكم من طرف الفرقه الوطنيه. المهم مشينا مع العشره ديال الصباح، وتحيه لهذا الجهاز اللي الصراحه اللي انا شفت فيه شي حويجات اللي الصراحه كاع دوك الناس اللي كيتكلموا على هذا الجهاز الامني، يعني تحيه لهم حقاره. لا 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 لا، والله الا خطا، والله الا خطا بالله، وكاين شباب تقريبا هير بحالك اخي ياسين، وزعما انا فرحت الصراحه، يعني بغيت نبشر المغاربه بهذا اللقاء اللي كان عندي مع هذه الفرقه الوطنيه، يعني الشباب والله العظيم، يعني ربعه ديال السوايع حتى شي واحد ما كما تقار، يعني الناس متقي الله، وقت الصلاه كينوضوا يصلي، وهذو المسؤولين يعني ديال الفرقه الوطنيه هذو. شوف باش ما نبقاش نشوفوا احنا الفرقه الوطنيه راهم شباح سميتو تيعتقلوا، لا 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 لا، والله الا ناس طيبين. من الدخله ديال الباب ديال هذه المؤسسه، الاستقبال يعني بواحد، يعني شنقول لك، الناس اداب، يعني سبحان الله العظيم، انا والله الا شفت هذا الشيء اللي شفت في هذه الفرقه الوطنيه شفته في اوروبا، اقسم لك بالله، وربما ما غاديش توصل لهذوك الناس، يعني ناس متقي الله اولا، كاع الناس اللي كيتهموا هذا الجهاز
بانه راه كاين التعذيب وكاين هذا محشومه عليه. كاين شباب والله العظيم ما تعرفهمش واش بوليس واش كذا، والاداب الاداب ما شاء الله. احنا بدورنا استاذ كنبغيو نوجهوا لهم تحيه خالصه على العمل الجيد والممتاز ديالهم. واخا كنسمعوا كما قلت يا استاذ كل واحد كيدلي بالدلو ديالو على التصرفات ديالو مع كذا، ولكن هذه شهاده حيه موثوق منها استاذ، كذلك كنوجهوا لهم تحيه كبيره. اللي لاحظت انا في هذه الفرقه الوطنيه، يعني كاين مكاتب وكل 5 دقائق 10 دقائق يدوزوا واحد المسؤولين كيراقبوا، يعني باش يقول لك الانسان راه تعذب. بحال هذاك اللي قال لهم رانا تعذبت وكذا، قول لي شوف راه داك الشيء راه التخربيق. ونقول لك واحد القضيه، هاد الناس اللي كيسهروا على بلادنا والله الا تعرضوا للمصائب الكحله، علاش ما كيتكلموش عليهم؟ كاينين بوليس اللي ودارك ملك الدرك الملكي اللي تعرضوا يعني التصفيه الجسديه، وكاين اللي ولا معاق، علاش ما كيتكلموش؟ ما فهمتش انا، كيتكلموا على شي حوايج. مثلا هذا الارهابي اللي قتل هذا الاخ ديالنا مسكين اللي في السجن، هذاك الحارس ماله والله، المهم تنقدموا التعازي ديالنا لهذه العائله، علاش ما كيتكلموا؟ ما فهمتش انا علاش، يعني شي حويجات سبحان الله العظيم الناس غاديين هي بالعكس، ما تتكلموا عليهم، ما تنتكلموش عليهم. ربما تتبنى السلطه او الجهاز الامني كيبان لهم انه واحد الجهاز قمعي اللي ما غاديش لا لا لا. انا والله العظيم تنوجه النداء ديالي للجميع المغاربه، انا تنتكلم على المغاربه الاحرار اللي تيحبوا الوطن ديالهم وتيحبوا الملك وتيحبوا الشمس اللي كت في هذه البلاد. واخا استاذ كيفاش كانت الاطوار ديال ديال الاستدعاء ديال هما كانوا ملفات عندي، لان انا شنو ناقشتوا شنو المسائل؟ اول ملف اللي ناقشناه هو ديال الماديمي، يعني ديال التقرير السنوي اللي دار، يعني عاودوا فتحوا معايا تحقيق في هذاك الملف، لان كانوا استمعوا لي الامن الوطني ديال مدينه سلا، السيد وكيل الملك عاود حال هذاك الملف كامل بالتقارير بهذاك الشيء ديال العون القضائي، يعني الملف كامل لهذه الفرقه الوطنيه اللي كاينه بالدار البيضاء، واستمعوا لي الملف ديالي كامل، يعني كاين تحقيق في هذاك الملف ديال الماديمي. انا تنصحح الاخ المحامي، يعني راه كاين ملف عند الفرقه الوطنيه باش يعني. مشاهدينا الكرام، هذا تاكيد مع السيد عبد المجيد رئيس هيئه الضمير الوطني للدفاع عن حقوق الانسان انه كاين ملف وكاين شكايه في هذا الموضوع، عكس ما قال وما جاوب عليه الاستاذ عصام الحلو. وكاين تدير واحد جوج جمعيات واحد اخرين باش ما ننساوهمش، حتى هما مشكورين. يعني جمعيات حتى هما حاطين شكايه في الموضوع. كاينين ثلاثه، كاينين الجمعيه ديالنا، كاينين جوج جمعيات، حنا ما غنذكرش الاسم ديالهم ربما الاخوان ما يكونوش اي. وكان استماع لواحد الجمعيه اليوم، يعني في هذا الملف، التقرير السنوي ديال يعني جمعيه استاذ تسمع ليها اليوم بخصوص هذه الشكايه هذه، ضد المديمي. ضد المديمي في نفس الملف. يعني الصراحه راه المحامي ربما ما عندوش مسكين معلومه، حنا غادي وتنتحمل المسؤوليه ديال هذا الكلام اللي تنقوله. استاذ يعني دابا حاليا الشكايه كما نقولوا تفعلات، بدا التحقيق فيها، الناس يقلبوا قريب تسالي. استاذ الارتصامات اللي بانوا لك على الفرقه الوطنيه شنو بان؟ كيفاش بان لهم هذا الملف؟ دابا راك عارف هما مساكن تيكونوا دائما محايدين، يعني جاتهم واحد التعليمات ديال واحد الملف، كيستمعوا لينا حنا وغيستمعوا لي حتى هو في السجن، يعني ربما هذا الاسبوع ولا الاسبوع المجي غادي يكون حتى هو لينا، راك عارف خاصو الملف خاصو يكون فيه واحد التحقيق اللي هو شفاف وكذا، ويستمعوا ليه واش التقرير فعلا نشر هو، يعني راك عارف الخدمه ديال البوليس راه غادي يقوموا بها ان شاء الله. اي نعم المطلقة. نعم استاذ عبد المجيد، كنا سمعنا بزاف ديال المعلومات، وسيختو هاد الاسبوع هذا بالضبط كنت نبحث وسمعت باللي كاينين بزاف ديال اليوتيوبرز اللي يقدروا يتعرضوا لشي مساءله قانونيه، سيختو في الفتره اللي جايه ان شاء الله. ممكن تاكد لنا ما مدى صحه هاد المعلومه، وسيادتكم متقدمين بشي شكايات كذلك في هذا الموضوع، وفين وصلات؟ كما قلت لكم المره الاخرى، عندنا تقريبا واحد المدينه اللي هي قريبه على سلا، تقريبا واحد 16 شكايه على بعض المواقع، يعني تيفتحوا في التحقيق. حتى كان هاد الملفات كانوا يعني 16 قناه على اليوتيوب. لا هادو 16 يعني غير البدايه اللي دابا اللي تفعلوا، اما كاينين بعض الملفات اللي باقيين، حيت كعرف بعض المره مع هاد كوفيد وكذا، يعني الملفات بحال شويه
وقع فيهم شويه ديال الشكايات اللي واقفين عليهم دابا اللي هما بداو فيهم. كاين شكايات اللي تقريبا اللي فيهم واحد تيسمي راسو يوتيوبر ولا ما عرفش شنو كيسمي في قناه غير قانونيه، انا تنعترفش بها يعني قناه غير شرعيه. هاد القنوات اللي ما غير قانونيين حنا ما غنعطيوهمش الاسماء، ما غاديش نتكلموا على الاسماء، يعني كانوا تينصبوا على بعض الفئه ديال المواطنين والتشهير والابتزاز. وكاين شي وحدين اللي صنعوا بعض الصور الاباحيه لبعض النساء المغربيات، وكاين يعني تيمسوا حتى بالكرامه ديال المراه المغربيه. يوتيوبرز هادو؟ لا لا فعلا من بعد بغيتي نعطيهم لك. كاين بعض الصور اللي داروهم فوتوشوب، حنا راه كنا ناقشناهم البارح في بعض الاجهزه، والحمد لله دائما عندنا اتصال بعض الوكلاء الملك اللي مشكورين منهم ديال مدينه مكناس، تنشكرو من هذا المنبر. كذلك وكنشكرو ديال السيد وكيل الملك ديال مشرع بالقصيري، وكنشكرو وكيل الملك ديال مدينه سلا. يعني كاينين مدن ما غاديش نكملوا بزاف ديال سميتو، يعني فاتحين تحقيق في هذه المسائل. ولكن حنا دائما ملي تنديروا الشكايه كنديروا ترفقوها دائما بواحد بالدلائل، يعني قرص مدمج والدلائل، وكاين بعض الضحايا. دابا شحال من يوتيوبرز غادي يحققوا معاه تقريبا في هذه الشكايات؟ تقريبا انا اللي واصل دابا انا فوق 24 واحد. فوق 24. شحال اللي بداو كيتفعلوا هاد الملفات ديال تقريبا واحد، حيت كاين بعض المره ما تنكونوش عارفين الاسماء ديال هذوك الناس اللي عندهم، يعني تيديروا راك عارف اي فلان. ولكن دابا سميتو كاين رجال الامن اللي كيبحثوا على الاسماء ديالهم والعناوين. يعني بدا تحقيق؟ لا لا التحقيق ما بقاش لا رجعه في هذا الشيء، ما كاينش، لان ما يمكنش لينا نستمروا فهاد. واخا استاذ كاينين دي يوتيوبرز اللي غيتحقق معاهم اولا بداو تيبحثوا في هاد القضايا ديالهم من خارج المغرب؟ لا فعلا كاينين شي حاجه خارج المغرب. كاين هذوك الناس اللي سحب لهم دابا وقيلا فاتوا الخزيرات، صافي راه ما غيتعاقبوش. لا غيتعاقبوا، لان كاين مواطنين اللي كاينين في هذاك البلاد، يعني فرنسا مثلا او امريكا او المانيا او سويسرا ولا هذه، راه كاينين المواطنين تما. ونقول لكم واحد القضيه، لانني انا حاولت ناسس مكاتب خارج المغرب، يعني الحمد لله اسسنا واحد المكتب اللي بدينا به دابا منسقة عامة ديال فرنسا زينب بالقصير، فالحمد لله كتقوم بواحد العمل اللي هو جبار. يعني عندكم واحد المكتب أولا فرع في لا درنا إن شاء الله، هذه غادي يكونوا إن شاء الله في أوروبا وأمريكا، هما اللي غادي يتكلفوا إن شاء الله بهذوك الجالية، يعني اللي عندهم المشاكل وكذا. وهذا الشيء اللي بغيت نقول، حنا هي تنقربوا شوية الإدارة لهذوك الناس، لأن حنا لقينا هذوك الناس اللي كاينين في الجالية اللي كاينين في أوروبا وفي أمريكا عندهم واحد الغيرة على البلاد، ماشي بحال هاد الناس اللي هي كيعارضوا باش يعارضوا. كاين بعض الناس اللي عندنا هنا، انا تنهضرش على المغاربه كاملين، تنهضر على واحد النوع ديال واحد البشر اللي هي كيعارض، تيعارض اي حاجه دارت في البلاد كتعارض. يعني هو تيعارض داير تعبئه 10 ديال الدراهم ولي كومونتير الخايبين وكذا. حنا بغينا نحدوا ان شاء الله من هاد سميتو. وراك انتم كتشوفوا يعني بعض القنوات راهم كاينين سحب من استاذ. بغيت نعرف الراي ديالك، كنت سبق لي انني شفت احد صناع المحتوى دي يوتيوبرز لانهم قالوا على هذه القضيه ديال حمزه موبيبي، اولا قالوا على هذا الملف هذا الا ما تدخل زعما صاحب الجلاله، اولا ما تبرأش المديني، كيقولوا الا ما تبرأش فلا بيعة لصاحب الجلاله. ما ردك على هذا الكلام؟ جلاله الملك راه ديال الجميع، وكاين قضاء، ما كاينش واحد اللي غيتدخل في القضاء، هذه حاجه معروفه. واش وكيل الملك غيتدخل فيه كوميسير؟ واخا استاذ واحد السؤال استاذ اللي هو شاغلنا، تصدروا احكام، خرجوا ناس قالوا هالمديمي ها شحال غياخذ وها شحال ياخذ وفين وكيفاش وكيفاش. تبعي الملف ما كنقدروش نوصلوا لهذ المعلومات، وسيغتو ان واحد السيد اللي هو باقي في السجن باقي مفتوحين مع تحقيقات، تيقول لك ها بشحال غيخرج وبشحال غياخذ وشحال ياخذ وشحال ياخذ. يعني شنو تقدر تقول لنا على هذه المعلومات؟ هذا التنمر، تنمر على المحاكم. هذا صراحة هاد الناس شنو اللي وقع لهم؟ تيبغيو يطلعوا القنوات ديالهم بالاخبار الزائفة، فهمتيني؟ فوكيل الملك ولا رئيس المحكمة ما يشتاشرش مع بعض الناس باش نشوفوا وفين هو بعد الملف بعد جاهز باش يكونوا هاد الاحكام. دابا الناس كاين شي حويجات اللي وقعوا وما بغيناهمش يتكرروا. كاين بعض الناس اللي كيعطيو فلوس لهذوك الناس اللي كيوقفوا حدا المحاكم
وكيبدا يبتزوا المحكمه وتيجي بعض المرات تعطيو شي تصريح وكيل الملك راه خطا كذا وغيعطيوه كذا يعني يعطيوه البراءه. هذاك السيد وكيل الملك راه كيتحرج واحد الوقت مسكين هو ما عنده ما يدير شنو غيدير يعني تيشوف الملف هذا السيد خصو ياخذ البراءه ولكن راه سبقوه حيت هذوك الناس مولين وعندهم واحد مدفوعين وعندهم واحد التقنيه ديال الكلام يعني تيبغيو يشوهوا المحاكم ديال المغرب فهمتيني وخصهم حتى هما خصهم الجزائر ديالهم كما كنشوفوا استاذ راه بيناتهم واحد التنسيق كبير بزاف حيت المعلومه الا خرجت عند واحد كتخرج عند 20 في نفس الوقت لا حيت هما دايرين واحد الجروب فهمتي دابا بعض المرات انت كتسمع بعض القنوات اللي تيقول لك انا غننشر هذا الشيء في القنوات يعني قناه غير شرعيه وكذا واحد 20 قناه ولا 30 قناه وتيبقى نفس الكلام وكيزيد الاخر شويه والاخر شويه والاخر شويه وتيكبروا هذاك الملف هو راه الا جيت تقلب في الحقيقه راه ما ساويش هذاك الملف نهائيا يعني صنعوا واحد الكذبه. هذا التحقيقات هذه اللي غديرها الفرقه الوطنيه واللي بدات فيها اكيد غتكون عندها شي نتيجه. اه بالضبط. اللي داير لا لا اللي داير الذنب يستاهل العقوبه احنا ما عمرنا اتهمنا شي حد بالباطل احنا عندنا دلائل. كاين اللي تيقول سمح لي الا قاطعتك كاين اللي تيقول استاذ واش رئيس هيئه الضمير الوطني بغى يقطع لنا لساننا بغى يسكتنا ما مخليناش نعبروا في خاطرنا بالنسبه لك استاذ شنو هو السقف ديال الحريه ديال التعبير بالنسبه لك؟ دابا المساس بالمقدسات الى غيرها الانسان بلاتي احنا باش نكونوا واضحين احنا اولا ماشي ضد الناس اللي كيديروا الروتيني اليومي احنا بالعكس هذوك الله يعاونهم الله يسهل عليهم ولكن باش تمس انت المقدسات ديال البلاد تمس في الملك تمس الأسرة العلوية تمس المرأة المغربية تمس المواطن تمس الأمن تمس الدرك الملكي الجيش الملكي يعني هاد الناس هادو إلا ما جيناش حنا كمجتمع مدني وكجمعيات حقوقية ندافعوا على هاد الناس شكون اللي بغيتوا أنتم يجيبوا الناس من مالي ولا نجيبهم من فرنسا باش يدافعوا لنا على المؤسسات ديال البلاد راه انتم كتعرفوا الناس ديال برا راه ما كيجيوش يجيبوا لك شي حاجه ديال الربح. كاين اللي وصل الاستاذ كاع لدرجه انه قال ما دام المغرب والاجهزه وصلوا معنا في المغرب لهذا المستوى حنا غنخدموا اجهزتنا اللي برا. لا ماشي مشكل يخدموا واش يقدروا زعما شي اجهزه خارجيه انهم ياثروا على الراي ديال الاجهزه ديالنا. حنا شوف حنا البلاد مستقله الحمد لله وما كنتسناوش شوف نقول لك واحد القضيه المغرب وسميتو خدا واحد السياسه ديال التسامح ديال حقوق الانسان والدليل على هذا ان كما شفتوا انتم في القرقارات كاين بعض المواطنين هذوك الانفصاليين اللي راجل الجيش احد الناس ديال من الجيش واقفين وكيسبوهم والجيش ضابط النفس ديالو يعني كاين شي حوايج تيبتزوا هذوك رجال الحدود اللي في الحدود ولكن هذا الشيء احنا تنشوفوه في المغرب يعني كاين واحد الحريه كاين واحد حقوق الانسان يعني كاين حويجات هذا الشيء ما تقدرش تشوفه في امريكان اي واحد جاء في امريكان في الولايات المتحده ولا في شي دوله جاء شي واحد عند شي بوليسي ولا امني راه مباشره تيشد فلك كما تيقولوا الفردي ولا المسدس مباشره يقدر يضرب الانسان غير بحالك اي حركه فالحمد لله احنا تتشوف المغاربه كاين الرجال الامن اللي مساكن اللي ضحاو بالعمر ديالهم ورجال الدرك ولكن تيصبروا وهذا الشيء كله من اجل الامن ديال البلاد احنا كنشكرهم من هذا المنبر الصراحه استاذ كنتي طرقتي لواحد الموضوع ديال واحد المصممات ازياء وكان تارت واحد الضجه كبيره بحيث قالوا راه الاستاذ باع الماتش او لا خلصاتو او لا شراتو بغينا نعرفوا فين وصلت ديك الشكايه يا استاذ. هذا حيت راه ماشي شكايه وحده كاين تقريبا واحد ثلاثه ديال الشكايات على نفس الشخص على نفس لان فيها كاين تتمس بالاسره العلويه كاين يعني راك عارفين الشكايه اللي كانت ديال المؤخره ديال النساء وهذا وكاين شي كلام اللي كي سميتو فالشكايات كما قلت لكم يعني كانت تتبدل هي الارقام ديال التليفون ديالها يعني كيتصلوا بها رجال الامن وما كانت تتبدل الارقام يعني كانت هنا في سلا الملف كان هنا في سلا دابا راه انتقل لمراكش يعني الى حدود ساعه استاذ الملف ديال المصممه في مراكش لا في مراكش عندنا ما يفيد من بعد نوريك سميتو شنو استاذ شنو المآل ديال هذا المآل دابا غادي تفتح تحقيق في هذاك الملف ان غادي يديروا التحقيق غادي حيت حنا استمعوا لينا وكنا نيت في هذا الاسبوع هذا اللي يعني كان واحد الاجراءات
راك عارف احنا شي حويجات ما نقدروش نتكلموا عليهم وسمح لي بزاف اخي ياسين. يعني استاذ يعني انتم كهيئه ما بعتوش الماتش، باقين واقفين على المسائل ديالكم، باقين متاخدين القرارات اللي بغيتوا تاخذوها، يعني كتبقى المساله عندها هي انتم عيطوا لكم استمعوا لكم. حنا الماتش باقي ما بداش، بعدا واش بدا الماتش؟ حنا درنا شي تنازل، درنا شي حويجه، الماتش باقي ما بداش، يعني باقي خصو تاع بعدا يستمعوا ليها ونكونوا ان شاء الله في الاستنطاق وفي التحقيق عاد نشوفوا الماتش. استاذ واش ما تيبانش لك ان كتهرب ولا شي حاجه بحال هكا؟ زعما اذا ما تالينا استاذ غيبقى الوضع بحال هكا، ان هي كتهرب انتم استمعوا لكم وهي لا ما هو جاء صافي الوقت قريب، لان ما بقاش بزاف، انا ما بغيتش نوضح لكم شي امور، ولكن صافي المساله صافي قربات قريب. لا 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 قريب، لا قريب لا قريب، لان كاين واحد الاجراءات داروا. حنا دابا دائما كنمشيو عند المسؤولين وكنعرفوا الملف فين مشى وفين. حنا كنا حنا راعينا، لان كتعرفوا هذا الوباء يعني بعض الملفات اللي هما صح اللي كاين بعض الملفات اللي بقاو 5 شهور 4 شهور 6 شهور يعني مع وكاين بعض المرات تيخدموا ما كانوش الموظفين انت مساك انت، هما بعض المرات تيتصابوا بعض سميتو الله يشافيهم من هذا المنبر. يعني كاين اجراءات ان شاء الله اللي هي امين. استاذ في واحد الفتره ملي كان فيه المديمي دابا في السجن، كنت نط واحد الجمعيه حقوقيه، كانت ماشي جمعيه حقوقيه، هي واحد السيده في برا كتنتمي لواحد الجمعيه حقوقيه وهبطات المغرب وكل ماشي هبطات المغرب ما عرفتش المعلومه اكزاكت. المهم تواصلت مع واحد الجمعيه حقوقيه اللي هي في الدار البيضاء، وداروا واحد داروا كما تيقولوا هما تيديروا داروا الصينيه باش يجمعوا الفلوس للمديمي. وفي واحد الفتره ولينا كنسمعوا انه وصلت واحد المبالغ طائله، وداك رئيس ديال وداك العضو ديال الجمعيه الحقوقيه غير حيت جاه الملف ديال المديمي شد فيه واحد المبالغ وملايين طائله. واش انت استاذ الا بغيتي تدافع على شي مناضل او توقف في صف شي حد، واش كتاخذ الفلوس زعما او لا؟ دابا واخا نقول لك انا الصراحه ما كاين الناس اللي ما يتيقوش، الناس اللي ما يقول لك وين. شوف شوف استاذ بعد هذه شهاده حقا انا حضرت معاك بزاف ديال الوقفات احتجاجيه درتيهم، حضرت معاك بزاف ديال القضايا وديال الملفات ديال الاغتصاب ديال كذا كتناقشهم، هذه شهاده حق المشاهد الكريم ما شاء الله استاذ، والله يخليك في صباغتك كما تنقول. غير هو شنقول لك انا غادي نعطي واحد النبذه على هذه الهيئه، يعني هذه الهيئه والمنظمه يعني تاسست باش تشتغل واحد الشفافيه، لان حنا تنشدوا الملفات اللي ما كيتبغيهمش شي هيئه ولا منظمه، الملفات اللي الناس ما عندهمش فلوس اصلا. يعني كاينين ملفات اللي مساكن موليهم، انا مؤخرا انا غادي نعطيك واحد الفيديو اللي رسلته لي واحد السيده كطلب من الهيئه ديالنا باش ندخلوا لها في واحد الملف ديال واحد ابتزاز. وهاد السيده كانت يعني كانت عندها علاقه مع واحد الشخص ما نذكروش الاسم ديالو، هو في الاخر قال لها انا رانا مصورك وغنلوح لك التصاور ديالك، وبديتي تبتزها بفلوس. مؤخرا يعني ادى لها واحد المهم شي حويجات اللي هما يعني تلفازه ادى لها، يعني ولا صافي الدار يخليها لا تتشطب ابتزاز. وحنا من جاتنا هاد الفيديو هذا مباشرة درنا له شكاية نسيد وكيل الملك، وتحركات هذيك الشكاية في 24 ساعة، وراه دابا تيبحثوا مع هذاك السيدة، يعني هذه تقريبا لا ربع وقيل ولا الخميس اللي فات، يعني دابا راه تيبحثوا على هذا السيد راه غادي يجيبوه، ما بقاش يجاوب في التليفون لان عارف شنو كاين، ودابا راه دايرين مع وقيل ربما غيديروا له مذكرة بحث. يعني استاذ كجواب باش نحاولوا نحدوا الجو، هو انكم ما تقدروش ديروا في حال هذه المسائل هذو تاخذوا شي حاجه على شي حاجه، سيرتو ان منين كنوليو ندويو على شي شخص اللي هو حقوقي ربما كما يقول البعض. انا نقول لك واحد القضيه كما غتشوفونا اليوم غتشوفونا غدا، دبر لا شوف اللي بغى يقول شي حاجه يقولها، حنا بيننا وبين ضميرنا وبين الله سبحانه وتعالى حنا راه ما داك الشيء ما كاينش. ولكن فعلا كاينين الناس دابا اللي خداو بان الجمعيات راه يعني، وفعلا بعض الجمعيات راه سامحهم الله راهم كيديروا هذوك الحوايج وكيشدوا الفلوس وكيبيعوا تقارير ديال البلاد بحال هذا السيد هذا، يعني بالتقرير بحال هذا السيد اللي عطى التقرير لوزاره الخارجيه الامريكيه
والخيانات الوطن مع البوليزاريو ومع الانفصاليين، راه كاين واحد المبلغ مالي. واكيد غيكون واحد التنسيق مع الجهات الخارجيه. كاين 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 وكاين بعض الناس اللي خصك تعرف واحد القضيه، كاينين الناس دابا اللي في الخارج الهدف ديالهم هو البلاد ما تبقاش فيها استقرار، ما يبقاش. وكان وانتم راكم تتعرفوا في الاحداث ديال الريف هذاك الشيء اللي وقع، راه كانوا الناس باغي يديروا جمهوريه، راه كانوا وراه ربي يستر ربي يستر. والحمد لله كاينين الاولياء هنا في هذه البلاد، وكاينين الناس هذا الجهاز اللي كنا عنده اليوم البارح راه لعبوا واحد الدور مهم تما، راه لعبوا دور مهم باش يشوفوا، حيت كانوا الناس راه بغاو يديروا واحد الفتنه، لان ذوك الناس وقع لهم واحد الخناق في ذوك التهريب ديال المخدرات وذاك الشيء، التهريب ديال سميتو ديال السبته ومليليه وكذا، بقاو يخلقوا الفتنه باش يبقاو يروجوهم الامور، لكن الدوله راه عاقت بهم وعرفات بان راه هاد الناس راه عصابه. لا عصابه عصابه عصابه. استاذ عبد المجيد شكرا جزيلا على الوقت اللي عطيتينا. مشاهدينا الكرام كنشكركم على المتابعه ديالكم الحلقه، صراحه تطرقنا مع الاستاذ عبد المجيد رئيس هيئه الضمير الوطني للدفاع عن حقوق الانسان بزاف ديال المواضيع اللي ربما كانت شغله الراي العام، واش باع الماتش واش ما باعش الماتش، فين وصلت وفين وصل المآل ديال الشكايه ديال مصممه الازياء، كذلك تحدثنا على الاستدعاء ديالهم من طرف الفرقه الوطنيه للتحقيق في هذا الموضوع والتحقيق في الشكايه هذه ديال الحقوق المديمي. كنتمنوا مشاهدينا الكرام اننا ما نكونوش بخلنا عليكم شي معلومه، كنتمنوا كذلك اننا نكونوا وصلنا لكم المعلومه ديال الاستاذ كما هي. وكذلك الاستاذ عبد المجيد راه هو صراحه راه الاشاره ديال طاقم صوت العداله اللي كنوجهوا ليه تحيه من هنا، ما تيبخلش علينا في اي وقيته كنتصلوا به. مشكور استاذ على هذه المسائل، سلام، وهذه شهاده حق كنشهدها انا من هذا المنبر. مشاهدينا الكرام لنا موعد ان شاء الله مع الاستاذ عبد المجيد في القريب العاجل، وكالعاده الراي المواطن. شكرا جزيلا. شكرا.